مساء الخير على كل الناس الحلوة. بقالي كتير ما طلعتش لايف لأني كنت تعبان جدا. النهاردة ما فتحت الفيسبوك وفتحت الانبوكس، لقيت كتير من مرضى الكانسر اللي بياخدوا الكيماوي مخضوضين، مش عارفين انا جرالي ايه وليه تعبان، وفاكرين ده من الكيماوي والكلام ده كله او من العملية. لا، خليني احكي لكم بسرعة ايه اللي حصل. انا اي حد بياخد كيماوي مناعته بتقل، دي حاجة معروفة، وأنا كبرت شوية وبقيت أنزل الشغل وعافر وأشتغل زي ما أنا، وأنزل وأخرج وأسوق العربية وأعمل كل حاجة. في بعض الإرشادات اللي كانت متقالالي ما أنا عملتهاش، إن أنا الناس لما بتسلم عليا كنت بسلم عليهم، لما كنت ألاقي حد داخل عليا هيبوسني كنت ببوسه. جالي فيروس، بقالي دلوقتي شهر وأسبوع 5 أسابيع. الفيروس ده فيروس في الدم، وعند كل الناس الفيروس ده موجود، بس بيبقى بنسب قليلة، بيبقى نسبته 100-150. أنا مش عارف اسمه ايه، اسمه حروف كده غريبة. أنا طلع عندي لغاية 900، وده أدى إن أنا درجة حرارتي بقالي شهر، بقالي 5 أسابيع درجة حرارتي 39.5. الفيروس ده ملوش علاج غير ان الجسم هو اللي بيتخلص منه، فالجسم عندي بيحاول يتخلص منه، بس انا عندي انيميا بسبب الكيماوي، وعندي المناعة قلت، ويعني شوية حاجات كده. ده طبيعي جدا لأي حد بياخد كيمو. جسمي هلك علشان يقدر يتخلص من الفيروس، هو لسه ما طلعش من عندي، بس الحرارة الحمد لله قلت. فأنا امبارح كنت عامل بوست ان انا في مستشفى دار الشفاء. انا رحت دار الشفاء امبارح، نقلت دم، خدت كيسين دم، لتر دم، علشان جسمي يقدر يساعد نفسه ويقوى عشان يقدر يقضي على هذا الفيروس. مش عايز اي حد بياخد كيماوي يقلق، مش عايز اي حد عنده كانسر يقلق. الموضوع ملوش دعوة قوي، ليه دعوة شوية بس مش قوي. انا اللي اهملت، انا اللي نزلت، يعني كنت بشتغل عادي وكذا وكذا، وده ما كانش صح. كان المفروض اقعد اريح شوية، بس انا ما قدرتش، عافرت. بس الحمد لله يعني اتحسنت شوية، مش هقدر اقول اتحسنت قوي، حسنت شوية، قادر أتكلم. في أيام بروح فيها الشغل وفي أيام لأ، يعني أنا اعتذرت عن أيام كتيرة في الشغل في الحقيقة، سواء في الراديو أو في التلفزيون. والحرارة طبعا أنتم متخيلين بالليل لما تطلع 39.5 لمدة شهر، الواحد يعمل ازاي؟ يعني بتنزل بس، يعني ما باخدش أي أدوية، ما ينفعش أخد أنتبيوتك، ما ينفعش أخد أي حاجة، باخد فقط الحاجات اللي بتنزل الحرارة. ومش كل الحاجات بقدر اخدها، لان انا في حاجات بتعمل لي حساسية في جسمي، فباخد ادوية معينة جدا عشان تنزل الحرارة. انا عامل الفيديو ده مخصوص لكل مرضى الكانسر وكل الناس اللي بتاخد الكيماوي، ما تقلقوش، حاجة عادية ممكن تحصل لأي حد، وفيروس وهيعدي ان شاء الله، هنقضي عليه. احنا قضينا على حاجات قبل كده جامدة، وان شاء الله نقضي عليه. خلوا بالكم على نفسكم يا اللي بتاخدوا كيماوي، ارجوكوا ما تعندوش زي ما انا عندت قوي. انزلوا اشتغلوا كل حاجه، بس حاولوا تبقوا بعاد عن الناس. بلاش السلامات من غير ما حد يزعل، بلاش الاحضان والبوس من غير ما حد يزعل برضو. بس انا في الحقيقه كنت ساعات يعني في حلقات الاطفال مثلا بخش الاقي الاطفال قدامي، فبيروح مدين ايديهم عشان يسلموا عليا، كنت بتكسف اقول لهم مش عارف اسلم، مش هقدر اسلم عليكم، كنت بخاف يزعلوا. وفي ناس كتير قوي ما رايح حته والناس بتمد ايدها تسلم، مش قادر اقول لهم مش هسلم عشان انا باخد كيماوي. مش كل الناس هتقدر ده، بس انا هعمل كده الفتره الجايه، مش هقدر اسلم على حد فعلا. حتى في حته هروحها ممكن تبقى زحمه شويه، هضطر البس كمامه على مناخيري. بس ربنا يشفي كل المرضى، ومرسي على كل الناس اللي سالوا عليا. انا الحمد لله بخير الى حد ما، اشكركم. قولوا لي اسيب الدقن ولا اشيل الدقن، اسيبها ولا؟ يلا تصبحوا على خير، ربنا يشفي كل مريض يا رب ان شاء الله باذن الله.